نتحول مشاهدينا بالمتابعة إلى البحيرة مع أحمد الحسيني. أحمد، كيف تصف اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة على ضوء متابعتك للجنة التي تتواجد بها؟ بداية تحية لكم من البحيرة ومن مدينة مركز دمنهور. أنا في مدرسة معاذ ابن جبل الثانوية للبنات. هذه اللجنة رقم 34 وهي لجنة عامة وفيها نحو 9000 مواطن لهم حق الانتخاب في هذه اللجنة العامة. فتحت اللجنة هنا أبوابها في تمام الساعة 9:00 صباحا وبدأت في استقبال المواطنين. رصدنا مجموعة من الملاحظات في فعاليات اليوم الثاني من انتخابات رئاسية 2024. بداية التفاوت في الأعمار السنية ما بين كبار السن وفئة الشباب والسيدات والفتيات و يعني أعمار سنية مختلفة، وكذلك كانت هناك حالات إنسانية، وتقوم أيضا الأجهزة الأمنية بمعاونتها لدخولها لإدلاء بصوتها إلى داخل اللجنة الانتخابية هنا في هذه المدرسة. هذا بالطبع بالإضافة إلى الحالات الإنسانية لذوي الهمم من توفير العربات المتحركة لدخولهم إلى هذه المدرسة حتى وصولهم إلى باب اللجنة وأيضا إلى صندوق الاقتراع. وبالتالي نتحدث عن عملية ميسرة جدا للتصويت هنا في محافظة البحيرة. محافظة البحيرة من المحافظات أيضا ذات الكثافة السكانية. نتحدث عن أكثر من 4 مليون نسمة لهم حق التصويت هنا في محافظة البحيرة. دمنهور أيضا يعني فيها 672 مركز انتخابي مقسمة على 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا هنا في دمنهور نحو 24 لجنة للوافدين. هذا طبعا فيما يخص الوافدين من خارج المحافظة سواء كانوا في زيارة أو للعمل. وبالتالي نتحدث عن انتظام العمل هنا في اليوم الثاني من فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة البحيرة وتحديدا في مدينة دمنهور. نعم، أشكرك جزيلا من البحيرة أحمد الحسيني.